حضرة صاحب الجلالة السلطان أبوس بن سعيد المعظم حفظكم الله ورعاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتشرف أبناء شعبكم الوفي في محافظة مسندم أن يقدموا بين يدي جلالتكم أيدكم الله مهرجان مسندم العهد والولاء ابتهاجاً بمقدم جلالتكم الميمون بينهم، أهلاً وسهلاً. ويشرفني يا مولاي أن أستأذن جلالتكم أبقاكم الله لبدء هذا المهرجان.